جسي عندي خليني صوريك. لا مزعل محتاجين للماء للقطرة الماء لأنه ما شبعنا ويتات قطع علينا الماء وكان السبيل الوحيد للبير حق الجامع وتعطل الآن البير نحتاج للقطرة الماء نحتاج للويتات إنه يتبرعوا لنا إحنا الماء شكرا. تعز توجد بها حصار خانق ونريد منكم فك الحصار عن أبناء تعز ومساعدتهم بالمياه والآكل والشرب بكل معاناة كامل. نريد إنهاء هذا الحرب إلى متى نقص صابرين؟ إحنا أبناء تعز تعبنا خلاص يعني زاد صبرنا والآن نريد من أصحاب الخير أن يتعاونوا معنا ومن الدول أن تساعدنا. فاعلين الخير و
المنظمات الدولية بدعم مدينة تعز من الإغاثة بالماء، حيث أن الماء لا يتواجد بكثرة، وفعل الخير الوايت أسبوعيا أو شهريا ما يكفيش، لأن أغلبية الأسر نازحة وسط المدينة، وذلك بسبب الحصار الجائر الذي يدور على محافظة تعز، ولأنها المحافظة الثورية بلاد الحرية والديمقراطية، وهذا من فعل ما يقوم به علي عبد الله صالح والحوثيين من عملية الحصار الظالم والجائر على محافظة تعز. ونناشد فاعلين الخير بدعم وسط المدينة وبشكل عام محافظة تعز من بالماء في غضب بسرعة، ونطالب المنظمة وقوات التحالف برفع الحصار الجائر على محافظة تعز. Thank you.